طيب احنا معانا واحد من ابنائك من الصعيد، نعم الناقد الرياضي والمسؤول عن الاهرام العربي، الاستاذ اشرف محمود. الله اكبر. هو معانا، هيبلغك رساله دلوقتي ويرجع نتكلم معاه. الرائد الاعلامي والرائد الاذاعي الكبير الاستاذ فهمي عمر، ايقونه الاعلام العربي وعميد الاعلام العربي، القاب كثيره جدا ممكن توصف بها الاستاذ فهمي عمر، الخالي الكبير، الاذاعي القدير، المدرسه التي تعلم فيها، مش عايز ابالغ في الارقام لكن بالفعل بالفعل الاف الاف، لانه احنا يعني انا واحد من الناس اللي شرفت بان انا تتلمذت على يد الاستاذ فهمي عمر عن بعد. يعني انا كنت في صعيد مصر وانتظر برنامج 7 و5 ده، اضواء على مباراه كره القدم، واستمتع بالاسلوب المشوق والرائع والمثير اللي كان بيمتعنا بيه الاستاذ فهمي في التعرف على نتائج مباريات الكوره. لما شرفت بالتعرف عليه والتقرب منه، واكرمني حينما ضمني معه الى لجنه ضبط الاداء الاعلام الرياضي ولجنه المعلقين، فكنت بانهل من علمه ومن خبراته الغزيره. علمني عنوان: اعلام يرفه وترفيه يعلم، او اعلام يثقف وتثقيف يعلم. العنوان ده والشعار ده لو خده كل اعلامي في مصر في بلدنا، مش هيبقى في عندنا اي نوع من انواع الخروج عن النص، وهنبقى عارفين بماذا ننطق ومتى ننطق ولماذا ننطق بهذه الكلمات. استاذ فهمي عمر، امد الله في عمرك ومتعك بالصحه والعافيه والسعاده والسلام، عشان ننهل من علمك اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه ليك، وخبراتك هو مؤسسه اعلاميه تسير على قدمين، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه ويخليه لينا عشان ننهل من هذا العلم. يا خال حضرتك طبعا ما شاء الله عصرت الاعلام الرياضي منذ بدايته كبرامج وكتعليق على مباريات كره القدم، وصولا لهذا العصر اللي احنا بنعيش فيه، عصر الفضاءات المفتوحه والسماوات المفتوحه. ما هو الفارق الجوهري ما بين الإعلام الذي كان يقدم في بدايات الإعلام الرياضي المصري وفي فترة الزهو وفترة الانتشار، وما بين الإعلام الذي يقدم الآن؟ أكيد في فوارق كتير، عايزين نتعلم ونعرف من حضرتك إيه هو الفرق، كمان إيه الفرق بين التعليق في بداياته والتعليق الحالي. شكرا لحضرتك. هتقول إيه بقى لولدك؟ أولا أهلا بك يا أشرف، وأشرف ده واحد من اللي بعتز انا، يعني ان هو واحد من ابنائي. طبعا هو شخصيه جميله، واحنا اصله بلديات من نفس المحافظه. وبعدين هو دخلني، هو قاصد يعني دخلني في في الغام، لا لا لا، في عش الضبابير يعني. يعني والله شوف، لكل زمان دوله ورجال. نعم. على زماننا كان يعني ما قل ودل، اليومين دول يا كابتن يعني الوقت يعني متسع يعني لكثير من الآراء تتقال عن مباراة أو عن موقف معين رياضي أو إلى آخره، ولذلك تلاقي مثلا الأستوديو التحليل فيه يجي 5 بيحللوا. يعني ما أعرفش هم يعني بيقولوا إيه؟ لا يعني بيقولوا، لكن أنا اللي باخده على العملية دي إنه لا جديد في الأمر. يعني لا جديد في الامر، يعني ما تلقاش التعليق اللي اتقال النهارده يختلف كثيرا عن التعليق او عن التحليل اللي بيتقال بعد منه بيومين او بثلاثه او في نفس اليوم او حاجه بالشكل ده. هو نفس الكلام، لو خلان، لو مصطفى خد الكوره وجري بيها ناحيه اليمين والداري كان جاب جول. لو ايه الجديد اللي بيتقال في التعليق؟ يعني المفروض انك انت كل يوم لما تحب تقدم برنامج لابد يكون هناك جديد علشان انا استمتع به. طبعا. انما يعني ما هو يعني هو مطلوب وكل حاجه وفقره ترفيهيه لا باس بها، لكن خير الكلام ما قل ودل. يعني طويل بيمدوا في الكلام، معلش يعني والله فترات كبيره. تقول ايه بقى؟ وحضرتك كمان بتقصد الاستوديو التحليلي بتاع المباريات؟ انا اقصد الاستوديو التحليلي بتاع المباريات. نعم نعم نعم. يعني كتير قوي انه الاستوديو التحليلي ساعتين يتكلموا فيه. ليه؟ عشان ده ساعتين قبل وساعتين بعد. معلش خليهم ساعتين بس، حتى لو ساعتين اكتر من نص ساعه هتقولي تاني. ما انا ده اللي احنا بنقوله.